هي المرأة يا جماعة، هي اللي السلطان بقى قاعدة بقصر الترسانة لك قدامكن. اوعي كنت فكري إذا أعطاك قصر يعني شي حلو. السلطان سجنك بقصره يا أميرة وخلاكي من جواري. العوة ما بدنا إياها. لك أنت منين طلعتي لي؟ اجيت ودمرتي كل شيء. من لما وصلتي لهون خربتي حياتي. روح أنا لعب من هالقصر. الله يلعنك يا أمتي. موضوع الحمل للأسف صار شبه مستحيل. كتار البنات اللي توهموا مثلك ونسيوا الأصل. السلطانة عائشة هي اللي عملتها. سلطانتك وينها؟ قولي فاريا خانم شو عم تساوي؟ ما بصير هيك. قولي وين؟ ما بتكون فائت؟ أنا بس بدي هنيها بالسلامة. على الأغلب نايم من الدواء اللي عم تاخده. سلطانة فاريا خانم طلعت، حاولنا نمنعها بس ما قدرنا. سلطانة عائشة أكيد بتكون راحت لعندها. الله يستر، بس ما تفكر تأذيها. شو بدك تعملي؟ لو سمحتي عم اهلك لو اي فايده، انت ممنوع تفوتي لجوا. سلطانه سلطانه يا خانم طلعوا لبرا. يا خانم سلطانه لحد هون لحد هون. يا خانم تعالوا بسرعه يا حوريان. يا خانم يا خانم افتحي الباب. شو جابك لهون؟ انت شو عم تعملي بحمامي؟ انت قتلتي ابني. هدنك الناس انت بعتيهم. وانا حاخد تاري. هاي خليني. لاليزا؟ اي ماشي. فاريا شفتيها اليوم؟ لا ما شفتها اليوم. خير ليش ما أنا بجناحك؟ لا مو هنيك. السلطانة عائشة وينها؟ السلطانة عائشة بالحمام. يا غوات الحقوني. لاليزار سلطانة فاريا خانم هجمت على السلطانة عائشة بالحمام. شو؟ بسرعة مشان الله الحقوها. قتلتي لي ابني قبل ما يولد وبسببك ما رح كون أم بحياتي. موتي فاريا. ماري لا تعملي شيء تندمي عليه. يا أخوات تعال بسرعة. افتحي الباب يا ماريا. اكسروا الباب بسرعة يلا. برنسس ماريا ماريا برنسس شو عم تساوي يا مجنونة؟ بعدي بعدي عنا عائشة 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 عائشة. يا ربي دخيلة جيبوا الحكيمة لهون. عم تتنفس عائشة؟ سلطانة سلطانة ليش هيك يا برنسس؟ سلطانة ردي علي. ليش عملتي هيك؟ الحمد لله عم تتنفس. شو عملتي انت؟ ليش هيك يا أبو؟